لا، بكل تأكيد السيناريو واضح جدا أنه لن يشترك التيار الصدري عبر بوابة الكتلة الصدرية. الجميع يعلم أن الكتلة الصدرية هي الممثلة للتيار الصدري في انتخابات عام 2021 في 10/10. نعم. بالتالي اليوم الإخوة والأخوات في الكتلة الصدرية قد أوضحوا موقفهم في الانسحاب من هذا السباق الانتخابي، ورؤية التيار الصدري واضحة. هنالك يعني نوع من أنواع التوفيق والموازنة بين قضيتين أساسيتين. القضية الأولى هي مصلحة العراق والشعب العراقي ومستقبل العراق والعملية السياسية، وبين المشاركة في بناء السلطة وليس بناء الدولة، والإثراء على حساب المال العام والفساد، واتخاذ الدم العراقي واتخاذ الخدمات كوسيلة للصراع والمناكفات السياسية. لذلك كان خيار التيار الصدري واضحا في الوقوف مع العراق ومع الشعب العراقي ومع مستقبل العراق. لذلك رؤيتنا في هذا الموضوع دكتور سعدون واضحة جدا، لا لبس فيها. اتخاذ هذا القرار كان في الوقت المناسب وكان في المكان المناسب، ولذلك أنا أعتقد أن القوى السياسية بدأت من الآن مراجعة موقفها بناء على موقف سماحة السيد القائد. كيف لن يخوض المرشحين الانتخابات عبر بوابة التيار الصدري؟ بس هاي ترجم لي إياها يعني حتى أريدها أكثر وضوحا. لا، واضح، لأنه اليوم التيار الصدري سيد الكريم شيء والجهة السياسية شيء آخر. الجهات السياسية هي جزء من التيار الصدري. اليوم الجهة السياسية الممثلة للتيار الصدري في الانتخابات المقبلة هي الكتلة الصدرية، ليس تحالف سار على سبيل المثال أو جهة سياسية أخرى. لذلك نحن لن نشترك في هذه الانتخابات عن طريق بوابة الكتلة الصدرية التي هي الممثل السياسي حاليا للتيار الصدري. نحن نعتقد أنه هذا القرار الحاسم هو قرار في غاية الأهمية، لأنه العراق والعملية السياسية معرضة إلى خطر كبير والجميع يعي ذلك. ونحن نعتقد أنه كل يوم وشهر وسنة تجري في هذه العملية يعني أنه السياسية هذا يعني أنه هل يمكن للتراجعات يمكن للمرشحين مرشحي التيار الصدري أن يخوض الانتخابات عبر تجمع سائرون الذي هو أكبر من كتلة التيار الصدري؟ ابدا. تحالف سائرون ايضا هو الذراع السياسي للتيار الصدري، وتحالف سائرون لم يشترك ولم يقدم اسماء في انتخابات عام يعني انتخابات المقبله في 10/10/2021. الجهه السياسيه التي سوف تمثل التيار الصدري في الانتخابات حصرا هي الكتله الصدريه. طيب. وبعد قرار سماحه السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله في ذلك سوف لن تشترك الكتله الصدريه في الانتخابات المقبلة.